مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع شركة ريتس بروبرتي العقارات التركية. اليوم رح أقدم لكم فيديو جديد من مجمع موجود بمنطقة محمود لار على بعد مسافة قريبة من البحر، بالإضافة لجميع وسائل المعيشة المريحة يلي كمان موجودة على مسافة قريبة. تم الانتهاء من بناء هذا المجمع بالضبط من فترة 6 أشهر، وبالتالي شقة هون يمكن شرائها مباشرة من قبل شركة البناء بأسعار مناسبة جداً، والشقق ضمن هذا المجمع مساحة كبيرة. أما حاليا خلونا نشوف واحدة من هاي الشقق. الشقة بتغطية 2+1، غرفتين نوم، غرفة معيشة مع مطبخ مفتوح. وأنا هلأ بمدخل الشقة، هو مساحة كبيرة مثل ما نكون شايفين كيفية تثبيت الخزانة المدمجة الكبيرة. أما حاليا خلونا نشوف غرفة المعيشة. وراي موجود نافذة بانورامية كبيرة لأخذ مساحة الحائط بالكامل، يلي ممكن من خلالها نستمتع بالمناظر البحرية. أما بالنسبة لغرفة المعيشة فهي بمساحة كبيرة، مثل ما نكون شايفين نوعين من الأرائك الكبيرة، طاولة القهوة مع المنطقة المخصصة لتناول الطعام. أما حاليا خلونا نتوجه لنشوف المطبخ. بهي الشقة المطبخ مصمم بشكل زاوي، والسعر بيشمل مجموعة المطبخ المتكاملة من الخزائن المطبخية والأماكن المخصصة لتثبيت جميع الأجهزة المنزلية. سطح المجلى مصنع من الحجر الطبيعي، وجدار المجلى بشكل هندسي مميز. بالإضافة بالمطبخ موجود نافذة وهي مفيدة جدا، بحيث يمكن دائما تهوية المطبخ. بالإضافة لإمكانية الخروج للتراس الواسع، بحيث يمكن تناول الفطور مع الاستمتاع بالمناظر البحرية. هذا المنظر الساحر راح يكون ايضا شرفة شقتكم الخاصة. غرفة النوم الرئيسية مصممة على شكل شبه منحرف، وهذا الشيء بيرجع لوجود هالخزانة الكبيرة. بتضم الغرفة كمان حمام خاص وامكانية الوصول للشرفة. وهلا بدي احكي شوي حول التشطيبات الداخلية، بحيث تلاقي على الجدران قابلة للغسيل، والارض مصممة بلاط السيراميك بالاضافة للاضاءة المركزية. غرفة النوم الثانية ممكن أن تكون غرفة نوم الأطفال، وهي كمان مساحة واسعة ومشرقة. البنية التحتية للمجمع هي عبارة عن حديقة استوائية حقيقية، وتضم أيضا بركة سباحة خارجية، مسبح داخلي، منطقة المركز الصحي، مركز لياقة بدنية، وأكثر من ذلك بكثير.
للمزيد من المعلومات والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.trustproperty.net، ورابط المشروع مع الأسعار بأسفل الفيديو. طبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة، صلكم كل جديد عن العقارات التركية فقط من شركة Trust Property.